بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رايح اليوم بهذه المناسبة الكريمة المتعلقة بأحداث 10 ديسمبر، أو عفوا مظاهرات 11 ديسمبر 1960 من كل سنة. فلا يسعنا إلا أن نزف بأحر التهاني للشعب الجزائري وللطبقة أو للأسرة الثورية هنا على مستوى ولاية معسكر، وكذلك على مستوى الوطني. ونحن بفضل تضحيات المجاهدين وبفضل تضحيات الثوار والمناضلين، سواء في الكفاح المسلح أو في النضال السري السياسي، فبفضلهم ننعم بالاستقلال وننعم كذلك بالاستقرار والأمن. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أعضاء وعلى رأسهم مديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة بولاية معسكر على هذا الفضاء العلمي الذي من خلاله نقوم بإبراز الأفكار العلمية، نقوم بإبراز الأفكار الأكاديمية، ولا سيما في الجانب التاريخي، وعن طريق ما يسمى باستعمال التكنولوجيا الحديثة في إيصال المعلومة. إذن رايح اليوم نتكلم حول نقطة جد مهمة وتتعلق بالمتناول الإعلامي لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. فأولا نعتبرها من ناحية تاريخية، هي تعتبر من أهم المحطات التاريخية في الجزائر، والتي سبق الكثير من المؤلفين والمؤرخين أن خاضوا وتكلموا في هذه النقطة من الجانب التاريخي، خاصة مع مجيء الجنرال دوغول إلى الجزائر وزيارته إلى ولاية عين تموشت وما لها من دلالات على مستوى الفكر الاستعماري والفكر الاستعماري. فكانت هذه المظاهرات ليست هكذا مظاهرات عشوائية، هذا الشيء المتفق عليه والشيء المجمع عليه، وإنما كانت هناك مظاهرات مخططة، مظاهرات ممنهجة، وذلك لتبيان للاستعمار الفرنسي وللسلطات الفرنسية ما مدى وجود شعب جزائري لديه هوية معينة ويريد أن يبحث أو يريد أن ينال الاستقلال من هذا المستعمر الفرنسي الذي بقي في الجزائر إلى أكثر من 130 سنة. فهذه النقطة بالذات كانت منعرجة، يقول المؤرخون كانت منعرجة منه. ولكن هنا ما أريد أن أتكلم عليه اليوم وهو المتعلق بالتناول الإعلامي، كيف تناولت تلك الصحف على مستوى ذلك الإعلام، لا سيما الصحف الفرنسية. لماذا؟ لأننا لو ندرس الزيارة من الناحية الشكلية، هي زيارة الجنرال دوغول إلى الجزائر، وبالتالي هي زيارة رسمية، فمن الناحية الشكلية فلابد أن نكون مرفوق بأجهزة الإعلام، يكون مرفوق بالصحافة المكتوبة آنذاك، ويكون مرفوق كذلك بمختلف وسائل الإعلام. لماذا؟ لأنها من ناحية الشكلية على مستوى الرئاسة هنالك جهاز مكلف بالإعلام يقوم بمتابعة نشاطات الرئيس ومتابعة نشاطات هذا الجنرال الذي يعتبر نفسه أنقذ في الجمهورية الفرنسية. فهذا الجانب الشكلي يؤدي بوجود زخم كبير من رجال الإعلام، سواء الإعلام المحلي الفرنسي أو حتى الإعلام الدولي. وبالتالي من ناحية الشكلية، أولا كان في تغطية إعلامية رسمية من قبل السلطات الفرنسية لهذه الزيارة، وفي انتظار تصريحات، في انتظار ما قد يسفر عنه من تصريحات أو من قرارات فتلتقطها وسائل الإعلام، وبالتالي كان الجو مهيئ. وبالتالي جبهة التحرير الوطني، الإخوان في جبهة التحرير الوطني الذين نظموا هذا المظاهرة، أقول تنظيم علمي منهجي ودقيق. إذا كان فيه نقص في الصوت أو هنالك عدم وجود إضاءة فقط ينبهوني الزملاء، حتى ربما أقوم بالتوضيح أكثر فأكثر. إذن ففي هذه الحالة هذا كان من الجانب الشكلي، يعني كان في عدد كبير من وسائل الإعلام لا سيما الصحف المكتوبة الثقيلة التي كانت ذاك، وسوف نأخذ عدة أمثلة على غيران لو موند ولو فيغارو، هما الذين قاموا بإصدار ولا بريس الفرنسية بطبيعة الحال. وكان شيء هو شيء مهم، لماذا؟ لأن الصحافة
آنذاك هي التي كانت تنقل الوقائع الحقيقية. لماذا؟ لأن الصحافة هي التي تنقل الحقيقة، الصحافة هي التي تمارس التغطية الإعلامية، الصحافة هي التي تنقل لنا الأخبار والمعلومات وحقيقة الميدان المتواجد، على عكس التقارير التي كانت تقوم بها الجيش الفرنسي وإرسالها سواء للسلطات الفرنسية التي كان يقوم بها الحاكم في الجزائر أو عن طريق الجيش الفرنسي الذي كان متواجد هنا. فكان دور الإعلام أن يبرز، كذلك دور الإعلام لو نتكلم عليه، أن دور الإعلام يعتبر كما يقال سلطة رابعة. ما معنى ذلك سلطة رابعة؟ على أنه يقوم بخلق ما يسمى برأي عام، صناعة رأي عام لدى المواطن. كذلك هذا الرأي العام يؤثر، سواء يؤثر على الطبقة السياسية أو بعبارة أصح وأدق، فالإعلام والصحافة تقوم بالتأثير على صانع القرار. وبالتالي صانع القرار لما يريد أن يتخذ قرار لديه مدخلات ولديه مخرجات. فالتقارير الإعلامية والتي تكون نابعة من الواقع، نابعة من الحقيقة، نابعة من كل هذه الأمور، فتقوم الصحافة بنقل هذه المعلومات، تقوم الصحافة بإعطاء هذه المعلومات الدقيقة للرأي العام وكذلك لصانع القرار، فيعتبرها من أحد العوامل التي يمكن الاعتماد عليها. وبالتالي فأخذنا مجموعة من الصحف الفرنسية التي كانت مرافقة لزيارة الجنرال دوغول على سبيل المثال، لو باريزيان ليبيري وكذلك لو فيغارو ولو موند وباري جور وباري جور عفوا وفرانسوار وكذلك لا بريس، بالإضافة إلى فيه صحيفة بريطانيا، صحيفة بريطانية، وكالة الأنباء البريطانية روترز، وكذلك في صحافي بريطاني نقل عن هذه الأحداث. وبالتالي هذا الزخم من رجال الإعلام قاموا بكتابة مقالات، وهنا كان فيه نوع من الاحترافية أو نوع من نقل الحقيقة المتواجدة في الواقع، نقل ما يحدث في الجزائر في هذه المظاهرات. فلقد أفرز خطاب دوغول لـ4 نوفمبر 1960، خطاب دوغول لسنة 1960 أفرز ضجة كبيرة في الأواسط الفرنسيين، خاصة المستوطنين المتطرفين. هنا جبهة التحرير الوطني عملت بعد استقلال عامل كبير من أجل القضاء على فلول هاد المستوطنين، هاد المستوطنين الراديكاليين المتطرفين، سواء المدنيين أو العسكريين، سوف نعود إلى هذه النقطة، وذلك بعد خطاب 4 نوفمبر 1960. فكان رد فعل كبير جدا 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 من هؤلاء المستوطنين الفرنسيين الراديكاليين. إذن نتقدم في الموضوع، فوقعت هذه الزيارة ووقعت ما يسمى بأحداث وإنجازات. ما يهمني في هذا الأمر وهو ما جاءت به وسائل الإعلام. فالجنرال دوغول آنذاك قام بعدة تصريحات مختلفة، كان له تصريح في مثلا في تيزي وزو، فمثلا قال إنني مقتنع بأنه سيأتي يوما تتصافح فيه الأيادي، فالجزائر الجديدة هي للجزائريين. يعني وصل صانع القرار في فرنسا على أن ما قامت به جبهة التحرير الوطني من نضال سياسي وعسكري وحتى نضال دبلوماسي عن طريق الحكومة المؤقتة أدى إلى وقوع نتيجة. وفي يوم 10 ديسمبر أحكمت جبهة التحرير الوطني إلى وضع خطة ممنهجة من أجل مقابلة هذه الزيارة في عدة نقاط مختلفة. فقد جاء في الصحيفة الصادرة مثلا على سبيل المثال، بعد أن تسارعت وتيرة الأحداث، انتقل قائد أركان الجيش الفرنسي آنذاك المتواجد بالجزائر إلى الجزائر العاصمة، وهنا يعكس لنا مدى تشبت الأوروبيين لما نتكلم على المستوطنين المتطرفين، تزرع فيهم نفسية، دراسة نفسية يؤكدون مدى تشبت هؤلاء المستوطنين الفرنسيين بالجزائر، مدى تشبتهم بالجزائر. لكن تبين لصانع القرار الفرنسي أن جبهة التحرير حققت نتائج كبيرة كما سبق وأن ذكرت، جبهة التحرير على الميدان العسكري والسياسي وحتى الدبلوماسي. فنقلت بعض الصحف الفرنسية في 12 ديسمبر أنه هنا تحديد أو وصف للحالة
التي كانت فيها الزيارة، وهذا هو عمل الصحافي أنه ينقل لنا الأخبار. لماذا؟ لأن المقالات الصحفية تختلف من حوارات إلى نقل معلومات إلى إعطائنا الحالة المادية والحالة الشكلية كما يقال في لغة الصحافة المتواجدة هنا. فالصحف الفرنسية آنذاك على غير لو فيغارو إلى غير ذلك ولو موند نقلت أحد الصحف الفرنسية أنه منذ الساعة 8 صباحا من يوم الأحد عجت ساحة بالكور على مستوى الجزائر العاصمة بالمتظاهرين، وأغلبهم مجموعة من الشباب صغار من 100 إلى 200. هذا ما جاء في الصحف الفرنسية. يحملون معهم قضبان حديدية ويرفعون علم جبهة التحرير الوطني ويصيحون ببعض زعماء الجزائر على غرار فرحات عباس، وكذلك يدعمون المفاوضات التي كانت تقوم بها. هذه أحد الصحف الفرنسية والتي وجدناها تتكلم على هذه النقطة في لو فيغارو بجريدة لو فيغارو 12 ديسمبر 1960. جاء لمن يريد أن يذهب إلى المرجع، جاءت هذه النقطة المهمة. هنا لو نقوم بعملية تحليلية فهو يصف الاحتجاجات، يصف بداية الاحتجاجات، وركز الصحافي في هذه النقطة بغض النظر عن إيديولوجيته، ركز الصحافي على جانب شكلي على أنه يتكلم على مجموعة من الشباب، مجموعة من الشباب، فالشباب هم جيل المستقبل، يعني الشباب كانوا متواجدون. وأضاف إلى نقطة هنا الشباب والصغار، لماذا؟ لأنهم هم شعلة الثورة المتواجدة هنا. فالنقل ذلك الصحافي أكد كذلك نقطة مهمة وهو التوقيت، على أن العمل كان منظما فمنذ الساعة 8 صباحا. هذا ما جاء على مستوى لو فيغارو، يعني هذا مؤشر كبير ودليل من الصحافة الفرنسية على أن التحضير للمظاهرات لم يكن هكذا عشوائيا ولم يكن هكذا بعفوية، ولكن كان نتيجة لتنظيم معين. بينما كتبت صحف أخرى على غرار انظر الى المرجع، على غرار صحيفة دائما صحيفة الفيغارو، كتبت 100,000 مسلم بتعبير نقلا عنهم، 10,000 مسلمون سون مسلم تكدسوا في الطرقات بالقصبة الصغرى ويصيحون الجزائر المسلمة ويرفعون أعلاما، يعني حتى الشعارات، هذا يسمى في الصحافة وهو النقل الواقع، قراءة الشعارات. يعني الشعب الجزائري لما خرج كان يستعمل شيئا من ناحية شكلية، كان يستعمل الصوت عندما عبر الصحافي بجريدة لو فيغارو، عندما قال أن الشعب الجزائري استعمل لغة اللسان، لغة الكلام، فكان يقول ما جمع بالجزائر مسلمة. وكذلك تضيف الصحيفة لو فيغارو أن حوالي 10,000 مسلم على مستوى القصبة، ماذا فيها؟ فيها رفعوا شعارات، يبين لنا لماذا رفعوا هؤلاء المواطنون الشعارات، هؤلاء المواطنون المحتجين رفعوا الشعارات كلغة وكتبت باللغة الفرنسية لمخاطبة رجال الإعلام. فرفع الشعارات تسمى بلغة الكتابة، فالمحتجون هنا استعملوا كان تنظيم. وبالتالي هذه الشعارات لو كانت، لو نأخذ فرضية أنها مسيرة عفوية أو غير منظمة، فمتى كان يمكن تحضير هذه الشعارات وبهذا الشكل وبهذه الاحترافية؟ فالمواطن الجزائري كان لديه وعي سياسي ناضج وكبير لكي يستطيع أن يمارس مثل هذه الأعمال أو هذا النشاط أو هذا السلوك السياسي الرفيع. وبالتالي يكون هنا في هذه النقطة رفع هذه الشعارات أساسي ومهم، فرفع هذه الشعارات يدل على أنه يريد أن يخاطب، يريد أن يتكلم مع رجال الإعلام، يريد أن يوصل. فالصحفي في طبيعته ماذا ينقل؟ ينقل تلك الشعارات التي رفعها المواطنون الجزائريون. ومن بين الشعارات تقول جريدة لو فيغارو ما هي، وهي تقول الجزائر المسلمة، الجزائر الجزائريين. وكذلك كانت فيه يضيف صحيفة لو فيغارو زغاريد النساء. في صحيفة أخرى فرنسية تقول أن في زيارة دوغول خرج النساء بالزي التقليدي الجزائري وهو ما يسمى بالحايك، يعني نقل صورة واقعية لما يحدث في الواقع الجزائري. لماذا؟ جبهة التحرير مثلا أعطت تعليمات للنساء بخروج بزي الحايك، لماذا؟ لأننا كإشارة كدلالة
كمؤشر على أن الشعب الجزائري ما زال محتفظا بهويته المتمت وتقاليده على الرغم من وجود 130 سنة من الاستعمار. ويتحدث نفس المصدر الإعلامي في جريدة الفيغارو دائما أنه تجلى الصراع ما بين الشرطة والمواطنون المحتجين وكذلك المظاهرين، فيقول الصحافي: خروج حشود من الشعب الجزائري بحجم كبير أثر على نفسية السلطة الاستعمارية. هذا ما جاء في الصحف الفرنسية، يعني كان فيه ضغط، كان فيه حركة احتجاجية قوية من قبل المواطنين في مظاهرات 11 ديسمبر، وذلك بتأطير من جبهة التحرير الوطني ولا سيما المناضلين السريين لجبهة التحرير الوطني. يعني العمل السري لعب دورا كبيرا، حتى الزوايا القرآنية التي كانت منتشرة كانت تلعب دورا كبيرا فيما يسمى بنشر الوعي السياسي لدى المواطنين، ما يسمى الآن في علم السياسة بالتنشئة السياسية. فتضيف نفس الجريدة على أنه قامت بعض وحدات من الشرطة وقامت بصب الزيت على النار، أين تحصلت على تعليمات بإطلاق النار أو الرصاص الحي على هؤلاء المتظاهرين على الرغم أنهم كانوا متظاهرين سلميين. في صحيفة أخرى وهي صحيفة لوران فورد وتكلمت عن نقطة جد مهمة. هذه الصحيفة تكلمت بتاريخ، أرجع إلى المرجع هنا فقط، تكلمت دائما لو 10 ديسمبر، الجرائد هذه الفرنسية صدرت بلو 10 ديسمبر، تكلمت عن نقطة مهمة سمتها بالتحرك الشعبي الواعي. الصحيفة الفرنسية تكلمت عن تحرك شعبي واعي للجزائريين لم يشهد له قط في أواسط المتظاهرين لا سيما منطقة بالكور. بالكور خلال اليوم الثاني من المظاهرات، فكان فيه يوم أول صحيفة قامت بذلك، اليوم الثاني من المظاهرات تقول الصحيفة نسطر كلمة تحرك شعبي واعي للجزائريين. الشعب الجزائري في بداية الأمر لم يكن، وهذا كان بشهادات كثير من المجاهدين الذين عملوا في النضال، لم يكن لديه ثقافة الكبيرة والنضج السياسي لكي يقاوم الاستعمار. جبهة التحرير الوطني آنذاك في تلك الفترة الاستعمارية قسمت العمل كما هو معروف إلى عمل عسكري وعمل سياسي. من بين العمل السياسي أو النضالي كان هو يسمى بتوعية المواطنين، يعني التربية السياسية للمواطنين، إعطاء المواطن تكوينا سياسيا عسكريا، وبالتالي يصبح كل مواطن شريك في جبهة أو في الثورة ضد فرنسا كلهم بما يملك. لهذا قال الشهيد الحربي المهيدي: ألقوا الثورة إلى الشعب يحتضنها الشعب. فالشعب احتضن هذه الثورة. في بداية الأمر كانت أمور صعبة، لكن فيما بعد احتضن هذا الشعب. هذا العمل منذ 7 سنوات، وجبهة التحرير تعمل منذ 7 سنوات وهنالك نضال، أدى في الأخير حتى الصحافة الفرنسية تقول أنه كان تحرك شعبي واعي للجزائريين خلال اليوم الثاني من المظاهرات، وأن هنالك كانوا، أضع سطرين تحت الكلمة ينقل دائما الصحافي، كانوا دون سلاح، ليس لهم أي سلاح، هذا ليس لهم أي سلاح فالمتظاهر، يعني وعي كبير لخصها الصحافي في الدول. يضيف الصحافي من جريدة لوران فور، يضيف أن الجزائريون كانوا يحملون شعارات دائما، يعني هنالك تطابق في المصادر. صحيفة الفيغارو إلى صحيفة لوموند أكدت بوجود جزائريين يصيبون، يعني لما تتعدد المصادر فالمعلومة تكون صحيحة ودقيقة. يحملون الشعارات، ما هي هذه الشعارات؟ هي تحيا جبهة التحرير الوطني، كذلك حمل الجزائريون شعارات الجزائر المسلمة، الجزائر المستقلة من بين الشعارات التي حملوها، أطلقوا سراح بنبلة والاستفتاء تحت رقابة الأمم المتحدة، يعني كانت هذه أهم شعارات. كذلك يضيف الصحافي في تعليقه على هذا الشيء وهو أنه هنالك تنامي الوعي الثوري، فيه وعي ثوري لدى المواطن الجزائري، أصبح كل المواطنون الجزائريون مقتنعون بشيء معين وهو لابد من استقلال الجزائر. وهذا كان عمل نضالي 7 سنوات، وبالتالي استطعنا
أن نحصد تمرته في هذه المظاهرات. وبالتالي توسعت يضيف الصحافي على أن المظاهرات لم تعد مقتصرة مثلا في منطقة معينة، منطقة بركون أو القصبة، وإنما تعددت إلى انتشار على مستوى مختلف المدن، وهذا ما يسمى بشمولية الثورة في كافة التراب الوطني. هذا الشيء أمامي. كذلك في صحيفة أخرى تسمى بأمة الفتاة، صحيفة فرنسية لجان ناسيون، كذلك أكدت على أن هنالك مظاهرات للجزائريين، وفقعت في عدة اصطدامات تسببت في وجود اصطدامات ما بين المتظاهرين وما بين القوات الفرنسية وكذلك الشرطة الفرنسية. وكذلك أكدت هذه الصحيفة شيء جديد، وهو ما يسمى نقطة مهمة، تكلمنا عن الوعي الشعبي، تكلمنا عن الوعي الثوري، هذه الصحيفة جاتنا بشيء جديد. ما هو هذا الشيء الجديد؟ وهو جرأة الشباب الجزائري. يتكلم الصحافي هنا، الصحافة أمة الفتاة، أي لجان ناسيون، جان ناسيون، هذه الصحيفة تكلمت في أحد مقالاتها الصادرة في 12 ديسمبر على وجود جرأة لدى الجزائري الذي تحدوهم في أحيائهم برفع شعارات مؤيدة. يعني الآن استنتج الصحافي بأن الشباب الجزائري، ركزوا، يعني تلاحظون ملاحظة مهمة، كل الصحف الفرنسية ركزت على ما يسمى بالتشخيص، فقالت خروج شباب جزائري، خروج مسلمون شباب وصغار، خروج الآن تتكلم عن جرأة الشباب الجزائري، يعني أن الثورة كان يقودها شباب وهم الأصل في قيام أي ثورة أو أي تغيير بصفة عامة، وهذا ما يؤكده المؤرخون. فأكدت تلك الصحافة حسب زعمهم، وأعربوا عن غضبهم في أحيائهم، فتحدوا السلطات الفرنسية برفع شعارات مؤيدة لجبهة التحرير الوطني، فبدأت المناوشات ما بين الطرفين. في نقاط أخرى كثيرة من الصحف الفرنسية آنذاك، فتكلمت كلود إيستي، صحيفة مراسل كلود إيستي، تكلم في نقطة بوجود عدة توقيفات لدى الجزائريين المسلمين من قبل السلطات الفرنسية، فالسلطات الفرنسية على إثر هذه الاحتجاجات قامت في هذه الصحيفة الفرنسية بكتابة مقال يتحدث على أن جيش التحرير رفع الشعارات جيش التحرير الوطني. أكثر من ذلك تشير إلى نقطة مهمة، إلى وجود المتطرفين الفرنسيين الذين بدأوا، هذا على حسب الصحيفة، يرمون بقنابل يدوية من الشرفات. هذه نقطة أساسية، لأنهم لم يهضموا على أن الجزائر سوف تستقل، أو أن الاستقلال أو بوادر الاستقلال قد ظهرت، وأن الشعب الجزائري أصبح شعبا ثوريا وواعيا، وهذا ما جاء على لسان الصحف الفرنسية. وتضيف الصحيفة كلود إيستي تضيف بوجود مشادات ما بين الجزائريين وما بين الفرنسيين، يعني النقل للحادث، يعني النقل للاحتجاج كما هو. كما عرف تضيف الصحيفة حي رويسو عملية قتل جماعي وعشوائي، يعني حتى الفرنسيين عند خروجهم يمارسون أبشع الجرائم، على الرغم أن الشعب الجزائري كما قال صحيفة فيغارو وصحيفة لوموند خرج، وركزوا على الكلمة، بدون سلاح، يحمل فقط شعارات سلمية، يعني احتجاج واعي، احتجاج مهم، احتجاج فيه وعي، احتجاج يبين فيه تنظيم، احتجاج يبين فيه تأطير. يعني الشعب الآن، جبهة التحرير قامت بتنظيم وتأطير هذه المظاهرات لإبيان هذه الصحافة العالمية والصحافة الفرنسية وللرأي العام الفرنسي ولنقل هذه المعلومات. وفي هذا الصدد تؤكد صحف غومبو أو سبق عفوا بوجود رشاشات أوتوماتيكية استعملت ضد المتظاهرين الجزائريين على حسب نفس الصحيفة. وكذلك أن فيه مراسل صحفي أكد بوجود عدد من الجرحى، من الجزائريين، من نساء. لماذا؟ لأن هذا الصحافي على حسب موقعه أو على حسب على حسب مقاله أنه انتقل إلى المستشفى، فوجد عدد من الجزائريين لاسيما الأطفال والنساء مصابين، وكذلك أكد بوجود سيارات محروقة، وكذلك أكد بوجود أطفال تعرضوا إلى التعنيف. ويلاحظ من خلال هذه الصحف
كذلك تلاحظ فيه نقاط كثيرة، مثلا على الوجود على مستوى ساحة البريد المركزي فيه متظاهرون، هذا ما نقلته جريدة الفيغارو، كذلك أمام بالوزاد، وكذلك في المرادية، وكذلك في ديار السعادة وفي القبة، وكلها تقارير إعلامية جاءت. وبالتالي فنقلت الصحف الفرنسية الحوادث، وإن كان فيه بعض التحريفات إلا أن على العموم نقلت هذه الصحف. فمظاهرات 1960 كما سبقت وتكلمت عليها، مظاهرات 1960 كان فيها العنصر الظاهر على حسب الوسائل الإعلام الفرنسية، كان فيها ما يسمى بعنصر الشباب، الشباب هذا ما نقلته الصحف الفرنسية. فيه كذلك نقطة أساسية وهو فيه كاتب بريطاني أدوارد بورن وهو تابع لوكالة روتز البريطانية، وفي نفس الوقت كان يشتغل بجريدة تايمز الفرنسية، وحسبه فأكد الصحافي البريطاني كان شاهد عيان، يعني كان من بين الطاقم الصحفي الذي كان مكلفا بالتغطية الإعلامية لزيارة الرئيس. فالصحافي البريطاني خصص صفحتين، ألف كتابه وخصص في كتابه صفحتين حول مظاهرة 11 ديسمبر، فتكلم هذا الصحافي البريطاني أن هذه المظاهرات، ركزوا على هذه الكلمة التي تكلم عليها الصحافي البريطاني الذي كان حاضر في الأحداث، تميزت بالحكمة، بالحكمة، هذا ترجمة صحيحة لما جاء في كتاب هذا الصحافي البريطاني، وسماها الصحافي البريطاني بالانتفاضة الشعبية في المدن ضد سياسة دوغول وزيارته، كما اعتبر الصحافي البريطاني الذي كان الشاهد عيان على المظاهرات أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة للفرنسيين، لا سيما انظر ماذا ربطها الصحافي بعد فشل فرنسا في معركة ديان بيان فو بالهند الصينية. يضيف الصحافي الفرنسي في كتابه، أكد رئيس جمعية 11 ديسمبر كذلك سعيد بواري أن الجزائريين في هذه المظاهرات تمكنوا من إسماع صوتهم إلى الأمم المتحدة بتأكيد بأننا جزائريين ولسنا فرنسيين. الشعارات التي كانت ترفع كانت هدفها هي شعارات مكتوبة ومقروءة ومسموعة، فرفعها الجزائر لكي ننظر ما مدى الوعي السياسي والنضج الذي تكلمت عليه الصحافة الفرنسية الذي وصل إليه الشعب الجزائري بفضل مجهودات جبهة التحرير الوطني والسياسيين آنذاك. تمكنوا من إسماع صوتهم إلى الأمم المتحدة، فأصبح الوفد الجزائري في الأمم المتحدة قويا معنويا، وكان هناك تخطيط لهذه المظاهرات. فبالتالي الصحف الفرنسية، كثير من الصحف الفرنسية، فكذلك هناك بعض الأمثلة التي مثلا على سبيل المثال تتكلم فيها أحد الصحف الفرنسية بنزول آلاف من الشباب الجزائري المسلم في الجزائر العاصمة ومختلف مدن، حاملين شعارات جزائر جزائرية وحاملين كذلك معهم زغاريت من قبل النسوة، وتضيف الصحافية وجود حضور نسوي كثيف يعني، كان في تعبئة كبيرة، يقول الصحافي يضيف أضافها في صحيفة أخرى، وصرحت بعض المراسلين الصحفيين أن المرأة كان لها دور كبير في المحرك الأساسي للمظاهرات الشعبية، يعني كان للمرأة دور كبير حسب الصحف الفرنسية، حيث كانت زغاريتهم تملأ المنطقة. الصحف الفرنسية ذكرت، أعطت وصف لما يحدث في الوقائع، من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا متواجدون، تكلمنا على فئة الشباب كانت متواجدة، كذلك فئة الصغار كانت متواجدة. تضيف الصحف الآن في نقطة أخرى، كاين المؤرخين كتبوا في هذه النقطة، تضيف الصحف الفرنسية على وجود العنصر النسوي في هذه المظاهرات. هذا العنصر النسوي في هذه المظاهرات سمح بإعطاء حركية كبيرة، وتضيف الصحف الفرنسية إلى استعمال ما يسمى بالزغاريث، مما يؤدي إلى رفع المعنويات المتظاهرين وحماسهم وشجاعتهم وصمودهم.
كذلك كل الصحف تكلمت عن هذه الزغاريد. ومن المفيد أن الدور آخر لعبته النساء الجزائريات في لحظات جد حاسمة ومن المظاهرات تضيف الصحف الفرنسية، وهو متمثل في الممرضات بعض النساء، تضيف الصحف الفرنسية أنهم تحولن في تلك المظاهرة إلى ممرضات وإلى مسعفات في ظروف جد صعبة. ولم تعد هذه المهنة أو النضال لم يعد مقتصرا على رجل، يعني فيه وعي سياسي، فيه نضج، فيه وعي ثوري انتشر ما بين أواسط الشعب. وانفردت إحدى الصحف الفرنسية وهي صحيفة دقيقة، الصحف الفرنسية وهي صحيفة تعطي المرجع لو موند، صحيفة لو موند في تاريخ 14 ديسمبر 1960 انفردت بنقطة مهمة. صحيفة لو موند في 14 ديسمبر 1960 كتبت مقالا تقول فيه إلى التصرف الحكيم بهذه العبارة: التصرف الحكيم والمتميز للمرأة الجزائرية بمدينة وهران أثناء مظاهرات اليوم 11 ديسمبر، حيث كانت تنشر روائح العطور المختلفة في مسار المتظاهرين ردا على قيام رجال المطافئ بالتصدي للمتظاهرين بالماء. جريدة لوموند في 14 ديسمبر لمن أراد أن يذهب إلى ذلك المرجع أشارت إلى انفردت بهذه المعلومة على أن النساء المتظاهرات في وهران كانت ترش المتظاهرين بالروائح وبالعطور المختلفة. وقد أشار إلى هذه النقطة كذلك الأستاذ المختص في التاريخ أستاذ زيدين قاسمي في مجلة المعارف العدد 21 ديسمبر 2016، لمن أراد أن ينظر إلى جريدة لو موند 14 ديسمبر 1960. اون بليس إلى الكاتب والمؤرخ التاريخي زيدين قاسمي في مجلة المعارف العدد 21. كذلك تضيف جريدة لو موند على وجود الأطفال الذين خرجوا في المدن الجزائرية مناهضين لسياسة دوغول. كذلك بعض الصحف الفرنسية تتكلم دائما على وجود هلع وخوف في أواسط الشرطة والسلطات الفرنسية. إذن كانت هذه تقريبا بعض النماذج وشهادات صحافة متناثرة ومادة علمية للصحف كثيرة ومتناثرة جدا. في حقيقة الأمر ما يمكن أن نقوله على وجود تغطية إعلامية كبيرة لزيارة لهذه الأحداث. لماذا تغطية إعلامية كبيرة؟ نظرا لوجود زيارة لرئيس الفرنسي دوغول والجنرال دوغول الذي كان يريد أن يبين أنه يمكن في وجود أن الشعب الفرنسي كان يعلق آمالا كبيرة على الجنرال دوغول. النقطة الثانية وهو أن هذه المظاهرات كان مخطط لها، هذه المظاهرات كانت تحت تأطير جبهة التحرير الوطني، خاصة العمل السري لجبهة التحرير الوطني. هذه المظاهرات حضر لها، ودليل على ذلك التنظيم، عدم حمل السلاح، كتابات شعارات، تركيز على عنصر الشباب، إيصال الصوت. وفعلا استطاعت هذه إضافة إلى ذلك إلى تطرق الصحف إلى الجانب الشكلي وإلى إعطائنا صورة كتابية وحتى بقيت الآن في التاريخ. فالصحف الفرنسية كبيرة وذات أهمية، لو فيغارو، لو فرانس دو سوار في تاريخ 12 ديسمبر، كذلك ليكسبريسيون، كذلك لو فيغارو في تاريخ 12 ديسمبر، لو موند في 14 ديسمبر 1960، كذلك لو موند بمقال آخر في 16 ديسمبر 1960، باريزيان ليبري ليبرتي كذلك ليبراسيون اون دات دو 12 ديسمبر 1960، كذلك باري لو جور، كذلك كل هذه الصحف كذلك هنالك تداولت الارشيف في هذا الامر. وبالتالي استطاعت جبهة التحرير الوطني ان تخرج منتصرة، ان تنظم شعبا باكمله. نظمت جبهة التحرير الوطني انذاك، اتكلم عن انذاك، نظمت جبهة التحرير الثورة، نظمت عمل دبلوماسي، وكذلك قامت بتعبئة الشعب. وعليه في ختام هذه
المداخلة المتواضعة. أود بالشكر السيدة المديرة التي سمحت لنا بتناول موضوع مظاهرة ديسمبر 1990 في الجزائر وكيف تناولها الإعلام الفرنسي، وكذلك أشكر كل القائمين على هذه الصفحة، وأشكر كل المستمعين، وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.